كنا بشهر 3 سارح أخوي بحقل زراعي إنها المزروع للغنم أصغر مني بسنتين. فأجت دورية الجيش اللي بعثها مسؤول المستوطني موش سيفان أجوا أخذوا، نزلت على الغنم أطلعها من الحقل اللي بجنبه مش إنه. رفعت الجوال برن على أبوي عشان يرن على الصليب إنه الجيش أخذ أخوي. فلما طلت الجوال برن على أبوي انتبهت للجندي اللي ماسك الجوال من إيدي وضرب فيه. كان يضربنا إما على ظهورنا البارودة وإما شراليط على ظهورنا. أخذونا على باب المستوطنة ونيمونا على الأرض. بعدين ما نيمونا على الأرض كلفشونا ورا بالبلاستيك، وبعدين تغمغمونا عيونا وزمونا بالجنب وأطلعونا. وين أخذونا ما نعرفش. كان الطقس في شهر 3 في النهار طقس ربيعي، وفي الليل كان سكعة. كنا لابسين بلايز نصكم. فلما أخذونا هناك كل ما نحكي معاهم كانوا يبلشوا يضربوا فينا. جابوا الكلاب وبلشوا يدربوا فيهن علينا. وإيش عملوا الكلاب؟ كانوا ينطوا علينا خشوطونا وضلوا حاجزيننا للساعة 1 بالليل. وكل هذا الوقت ما كانش في سبب ما فيش أي سبب، كله بس عشان المستوطن اتصل عليهم تعالوا خذوهم. كان في دم طبعا. رفضت علينا العائلة وجابونا مواد إسعاف أولية وعملنا. يعني تعالجتوا هون؟ فيش لا سيارات هان ولا في عيادة هان، وتامنها تيجي السيارة بدها تقريبا ساعتين، تطلع فينا ترد ساعتين وترجعنا ساعتين. تعودنا على هذا الإشي. بس لأول مرة بدربوا الكلاب علينا، فطبعا خفنا. كنا كل ما نضرب الكلاب نزيحهم، معهم مربطين نقدرش نزيحهم إما في كتافنا وإما نزيح عنهم يضربونا الجنود.